السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد كان بيسأل ازاي نصحح الاخطاء بالذكاء الاصطناعي. الشات جي بي تي او جوجل بارد او اي حاجة من الحاجات ديت اول ما تديله كود بيقدر ان هو يتعامل معاه بشكل حلو قوي. يعني دي نقطة القوة بتاعته. هو سيء جدا في ان هو يقول نكت، في ان هو يقول شعر، برضو لو شعر العربي يعني بيبقى حاجة سيئة جدا. لكن هو نقطة قوته في البرمجة. فخلينا كده نشوف مع بعض. انا كده هدخل هوت وهقول له انا عايز نيورن سيل اي اي كاجل. كاجل ده موقع اوبن سورس تبع جوجل، بتلاقي فيه اكواد كتيرة جدا وبتلاقي فيه قواعد بيانات. يعني ممكن تكون انت عملت الكود لكن محتاج قاعدة بيانات قوية، مثلا زي مرضى السكر في الهند، دي ده مثال عملك فعلا، شفت كود زي كده قاعدة بيانات فكانت متوفرة بحيث ان انت تبدأ ان انت تجري التعاملات بحيث شوفها تبدأ ان انت تستنتج ايه. تمام. طيب ميزة بقى هنا ان هما بيكتب لك الكود، فتقدر تاخد الكود وتتعامل معاه. اهو خلينا نقول له كود. وهتيجي هنا هتلاقي قاعدة البيانات اهيت، الامبورت اهيت، هتلاقي في مثلا كود موجود اهوت. تمام. هنا هو بقى بيشرح لك هنا الكود معمول ازاي. طيب ممكن تاخد بقى سطر كده. تمام. ونروح بقى لشات جي بي تي ونديله الكود ونقول له اشرح لنا الكود ونقول له صلحه لنا. طب اكتب الكود ده بشكل اخر. تمام. هل أن تشرح لي هذا الكود؟ تمام. هيبدأ ان هو يشرحه لك. تمام. ولو انت عايز شرح بالعربي قول له بس اشرحه لي بالعربي، اكتب له كده اشرح لي بالعربي، هيشرح لك سطر سطر كده بالعربي. تمام. ممكن دي ما تكونش عندك لانها مرتبطه بحاجه مسطبه اسمها اي اي بي ار ام، دي ادنس مسطبه من المتصفح. هقول له ايه اشرح بالعربي. تمام. بيقول لك الكود ده مكتوب بالبايثون عشان خريطه حراريه، الارتباط بين البيانات، خط طول العرض، معدل شركه العماله، والحاجات دي كلها. تمام. طيب انا عايز اخش احصل تاني، هقول ستوب واجي هنا دوس انتر. تمام. طيب ممكن مثلا ايه تقول له هل يمكن اختصاره؟ تمام. خلينا مثلا نشوف كده. فبدأ يجيب لي الاخطاء اللي موجوده اهوت، خلى انتبه ان في قوس ناقص وان علامه ايكوال مش موجوده، ويبدا ان هو يصلحها لك. فزي ما انت شايف طول ما انت شغال معاك الذكاء الاصطناعي يبدا يقول لك اذا كان في خطا في اي سطر من الاسطر وسببها ايه. يعني ممكن في قلب البرنامج لو انت بتشتغل مثلا في جوال ستوديو مثلا هيقول لك في خطا بس مش هيشرح لك بالتفصيل كده بالعربي ويديك الكود الصح والحاجات دي كلها. فهنا الموضوع بقى اسهل بكتير. فاي كود عندك جربته وفي مشكله هيبدا ان هو يصلحه لك. ممكن تقول له اكتب لي الكود ده مثلا بسي شارب، بيكتبه لي بالفيجوال بيزك، فاي حاجه تلاقيها وعايز تعدلها تقدر تعدل. الشات جي بي تي مش هيقول لك لا، هيبدا ان هو معاك واحده واحده وخطوه خطوه وسطر سطر. طب هل ممكن تختصر لي الكود؟ فلو في اي اختصار في الكود هيبدا ان هو ينظمه لك. تمام. ولا يحط لك حتى الشرح موجود فيه. تمام. وهكذا.
فتقدر تسأله بقى أي سؤال يبدأ يجاوبك عليها. ممكن في كلمة مثلا متغير مش فاهمه وتقول له المتغير ده بتاع إيه وده بتاع إيه وهكذا. ممكن مثلا تقول له ما هي اللي هي ديت، فقال لك ان دي مكتبة هو اصلا عرفها في الاول خالص اللي هي matplotlibrary.bisonplot. فعرفك ايه هي، لو لقيت اي حاجة انت مش فاهمها في الكود اسأله هيجاوبك على طول.